إذا تعلق القلب بنعمة أنعمها الله على الإنسان خاصة وإن كانت جديدة كابن أو زوج أو زوجة، وأنا أعلم أن العاطي هو الله وأنه هو معطي هذه النعمة، فيجد قلبي ينشغل بالعطية عن المعطي، فأصبح في صراع بين القلب والعقل، فماذا أفعل؟ اتركوا الأمور دي ما تتأملوش فيها، إنما أكثروا من الحمد لله رب العالمين بالبق كده.